ولكونها من المراكز التجارية المعروفة بمحافظة شمال الشرقية، تعد هبطة نيابة سناو بولاية المضيبي من الهبطات المعروفة والرئيسية التي يتوافد إليها آلاف من المواطنين والمقيمين والزوار من محافظات الداخلية والوسطى وجنوب الشرقية ومسقط. وتنشط الحركة التجارية في النيابة مع اقتراب حلول الأعياد، حيث تشهد الهبطة نشاطاً مكثفاً خاصة في بيع أضاحي العيد، وتقام المزايدة المعروفة محلياً بالمناداة، وهي عملية منافسة بين المشترين على بعض ما هو معروض للبيع خاصة الأغنام والجمال. ومن بين ما يتم بيعه في الهبطة الحلوى العمانية والتمور والأسلحة التقليدية والمستلزمات المنزلية والفواكه والخضروات وألعاب الأطفال والأقمشة والكماليات والأواني والمستلزمات المنزلي والمنسوجات واحتياجات العيد الأخرى.